مركب الصوت السياحي بولاية تيبازا يتحول إلى قطب سياحي بامتياز، سياسة رشيدة وفعالة للرئيس المدير العام الجديد بوبكر عبيد، صنعت الفارق الكبير ومنحت الصوت نفسا جديدا ورتما عاليا. المصطفون استحسنوا أسلوب المدير العام في التسيير والإدارة، حسن الاستقبال والخدمات الراقية المقدمة أقنعت مرتادي المركب. في ذروة موسم الاصطياف لن تجد مكانا شاغرا في الصاد بسهولة. المركب يمتلئ عن آخره بالمصطافين والسياح، لوبيات لم يعجبها التغيير الذي أحدثه السيد عبيد، فلجأت إلى خلق البلبلة من أجل إفساد ما بناه وتعب من أجله. لكن تجربته الرائدة في تسيير المنشآت السياحية فرضت منطقها، والتحسن الذي شهده مركب الصوت انعكس إيجاباً على السياحة في تيبازا.